أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، وعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت. أنت الخالق من العدم وأنت الرازق بلا عدد وأنت الرافع بلا عمد. فاللهم لك الحمد كما خلقتنا، ولك الحمد كما رزقتنا، ولك الحمد كما سترتنا، ولك الحمد كما هديتنا. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن نقضي معكم هذه اللحظات الإيمانية المباركة من خلال هذه الندوة الدعوية ضمن الأسبوع الدعوي لوزارة الأوقاف. يحضر معنا في هذه الندوة فضيلة القارئ نافع الديب وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الأستاذ الدكتور رمضان حسان عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، وفضيلة المبتهل الشيخ شريف خليف، وبحضور فضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ جمال إسماعيل مدير الإدارة، والشيخ مصطفى مبارك مدير إدارة جنوب. أيها الإخوة الأحباب، إن لله ملائكة سيارة يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى قالوا هلموا إلى حاجتكم. فأنتم إخوة الإيمان مقصد الملائكة ومن تبحث عنهم الملائكة في كل مكان، فإذا ما وجدوا قوما يذكرون الله تعالى حفتهم الملائكة بأجنحتها ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. خير ما نستهل به هذه الندوة آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة الشيخ نافع الديب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد يا مُنَّى
الشيطان سول لهم وأملى لهم. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ نافع الديب، ويحضر معنا في هذه الندوة فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وفضيلة الدكتور محمد طه. وفضيلة الدكتور محمد طه إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة. أيها الإخوة الأحباب، من المعلوم أن رسالة الإسلام عالمية لم تأتي لقوم دون قوم ولا لمجتمع دون مجتمع، وإنما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة كما أرسل رحمة للعالمين، لقول الحق جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولما كانت رسالة الإسلام عالمية
فقد سمحت الشريعة الإسلامية لأصحاب العقائد الأخرى والملل أن يعيشوا في ظلال الإسلام في أمن وأمان، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وذلك انطلاقا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وممارسة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل في المدينة المنورة وما ورد في صحيفة المدينة من إعطاء اليهود من بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع حق المواطنة، انطلاقا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهم ما لنا، أي لهم ما لنا من حقوق وعليهم ما علينا من الواجبات، لأن الشريعة الإسلامية تنظر لغير المسلمين على أنهم من بني آدم، وبنو آدم كرمهم الله عز وجل كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. أيها الإخوة الأحباب، نعيش الآن من خلال هذه الندوة مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية لنتعرف على التعايش السلمي في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن من أهم الموضوعات التي يجب أن يعنى بها المسلمون بصفة خاصة والإنسانية كلها بصفة عامة، ذلك الموضوع المهم الذي يتعلق بسلامة الأشخاص وسلامة الحياة والكون من كل أذى يمكن أن يوجه إلى هذه الجهات التي أمر الله تبارك وتعالى أن تحمى وأن يتعايش الناس معها في سلام. ولذلك فإننا إذا أردنا أن نعرف التعايش السلمي فإنه يعني ببساطة أن يؤمن الإنسان غيره من الناس حوله ومن الكون معه. فالتعايش السلمي لا يقتصر على حدود العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان، ولكنه يتعدى ذلك النطاق إلى الكون كله، فلا يجوز أن يقيم الإنسان عداوة بينه وبين البيئة التي يعيش فيها أو الأرض التي يحيا عليها، بل يجب عليه أن يتعامل مع هذه الكائنات ومع هذه الأشياء على أنها مخلوقات أوجدها الله عز وجل لعباده حتى يسهل عليهم مهمة عبادته، وحتى يستطيعوا أن يعيشوا حياة آمنة هادئة مستقرة يتذوقون فيها نعم الله تبارك وتعالى ويستمتعون بها ويوزعونها فيما بينهم بالعدل والقسطاس. هذا التعايش السلمي مع الآخرين لا يقف عند حدود معينة، فهو لا يفرق بين إنسان وإنسان بأي سبب من الأسباب ولا بأي وجه من الوجوه، فالناس عند الله تبارك وتعالى سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود ولا لإنسان على آخر إلا بتقوى الله عز وجل. والتقوى مناط الحكم فيها ليس راجعا إلى أحد من الناس، ولكنه بيد الله تبارك وتعالى، لأن التقوى محلها القلب، وأمور القلب لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولهذا رفع الله أدوات الحكم من الإنسان على أخيه الإنسان ليعاقبه أو ليحاسبه على ما في قلبه، الذي يحاسب على ما في القلوب
هو الله تبارك وتعالى، ولهذا يجب على الإنسان أن يلتزم حدود الأدب مع ربه، فإن الله لم يوكل أحدا نيابة عنه ليفتش عن قلوب عباده حتى يكتشف فيها أمرا يمكن أن يفرق بينه وبينهم في المعاملة أو يعطيه تميزا عليهم. بل إن الله تبارك وتعالى حين أثبت الكرامة الإنسانية أثبتها لكل بني آدم دون تفرقة بين إنسان وإنسان، فقال عز من قائل: ولقد كرمنا بني آدم، فجاء تكريم الله عز وجل لبني آدم مطلقا شاملا غير متوقف على سبب من الأسباب أو أمر من الأمور إلا النسب إلى بني آدم. والناس جميعا منذ أبينا آدم وإلى أن تقوم الساعة شركاء في هذا الأمر، فكلهم لآدم عليه السلام. هذا المعنى يجب أن يترسخ في القلوب، فلا يجوز أن يحقر إنسان إنسانا لاختلاف دينه أو لوضاعة مهنته أو لأي سبب من الأسباب التي يمكن أن تجعل الإنسان جريئا على حقوق هذا الذي يريد أن يهدر حقه، بل يجب عليه أن يكون رسول أمن وسلام إلى الإنسانية كلها، فلا يعادي أحد ولا يضر أحد ولا يستهدف مصلحة من المصالح بالأذى، ولكنه يجب أن يكون رسول أمن وسلام للناس وللبشرية كلها. الله تبارك وتعالى نبهنا إلى هذا المعنى في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حين خاطبه بقوله عز من قائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فحصل رسالته صلى الله عليه وسلم في أنه رحمة وللعالمين، أي ما أوجده الله في كونه من الخلق والأشياء، فلا يجوز للإنسان أن يتطاول بسفاهة على ما خلقه الله عز وجل، لأن الناس جميعا أصحاب حقوق محفوظة، والله تبارك وتعالى قد حمى كافة الحقوق بأدلة شرعية قاطعة لا تسمع لأحد أن يخرج عليها أو يتناساها في أي موقف من المواقف أو تصرف من التصرفات. وقال عز من قائل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذا القول الكريم يدل على أن هناك طريقا من الطرق التي رسمها الإسلام للتواصل الإنساني، وهو أنه إذا قعدت بالناس صلة الدين فلم يتفقوا على دين واحد يبقى الطريق الأعم، وهو الذي يجمع الإنسانية كلها على كلمة سواء. ولهذا قال الله عز من قائل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. إنكم إذا معنى ذلك القول الكريم أننا إذا اختلفنا في النسب إلى شعوب بعينها أو إلى قبيلة بعينها أو إلى أي سبب من الأسباب التي يمكن أن يختلف فيها الناس بالانتساب إليها أو الاشتهار بها، فإن هذه التفرقة لا يجوز أن تكون سببا لإغماط الحقوق بين المختلفين، لأن الناس في النهاية سواسية أمام شرع الله عز وجل، وهم في الحقوق والواجبات سواء، والله تبارك وتعالى قد نوع قبائلهم وشعوبهم حتى يكون ذلك الاختلاف أداة للتعارف وأداة للتواصل فيما بين الناس مع بعضهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عبر عن هذا المعنى في حديثه الصحيح: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، فجعل السلوك الإنساني الذي يتسم بالسلم والسلام نحو الناس جميعا ونحو الكون كله، ذلك سمة من سمات المسلم التي كلفه الله بها، فلا يجوز أن يهملها أو أن يتغاضى عنها، وذلك ما طلبه الله عز وجل، حتى إنه حين قسم الحقوق والواجبات على عباده لم يفرق بين إنسان وآخر بأي سبب من التفرقة، حتى ولو كانت هذه التفرقة هي اختلاف الدين، فقال عليه الصلاة والسلام: لهم ما لنا وعليهم ما علينا. إن اختلاف الدين لا يجوز أن يكون سببا للعنت أو للاضطهاد أو لأي أمر من الأمور التي يمكن أن يضيق فيها
على من اختار دينا غير الإسلام، بل يجب أن يكون الأصل في ذلك هو التعايش السلمي وكفالة الحقوق التي يجب أن تصل لكل إنسان بصرف النظر عن دينه وعن عقيدته وعن لونه وعن قبيلته التي ينتمي إليها أو أي سبب من الأسباب التي يختلف بها الناس. بقيت نقطة أود أن أتكلم فيها بعد أن يتكلم فضيلة العميد الدكتور رمضان، وهي ذلك التي تلك التي تتعلق بالمشكلة التي نعيشها الآن ونحياها، وهي مشكلة التعايش السلمي مع البيئة. إن البيئة كائنات خلقها الله عز وجل ولها جلالها ولها احترامها، والله عز وجل خاطب في كتابه الكريم وفي أحاديثه القدسية هذه الكائنات التي حولنا والتي تشكل البيئة من الشجر ومن المضر ومن الجبال ومن البحار، خاطبها الله عز وجل وكلمها وحدثها ليدلنا على أن لها قيمة وأن بينها وبين الله رسالة وحبل موصول، وأننا يجب أن نحترم هذه المخلوقات لأن الله ما أوجدها إلا لرعايتنا وحمايتنا وتسهيل أمور الحياة علينا، وهي كلها كائنات مسبحة بحمد الله عز وجل، كما قال عز من قائل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وذلك حتى يحثنا على احترام هذه المخلوقات فلا نقربها بسوء، لأننا حين نقربها بسوء إنما نغضب الله عز وجل حين نتلف كائنات مسبحة بحمده، وذلك ما يجب أن نتجه إليه أو نتنبه له في موضوع التعايش السلمي الذي نتحدث عنه في هذه الليلة، ولعل في هذا الحديث بقية إن شاء الله. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية. يقول الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا من حقوقه فأنا حجيجه يوم القيامة، وفي رواية: فأنا خصيمه يوم القيامة. وقد بين لنا فضيلة الدكتور عبد الله النجار عنصرا مهما يحقق التعايش السلمي، ألا وهو المساواة. فلا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، ولا فضل لأحمر على أسود أيضا إلا بالتقوى. وقد جاء هذا في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا في حجة الوداع حين قال: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ولا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كذلك أيها الإخوة المؤمنون، مما يحقق التعايش السلمي في مجتمع المسلمين إقامة العدل بين الناس وتطبيق الحدود، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه أسامة بن زيد يشفع في امرأة ثبتت عليها تهمة السرقة، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن رفض هذه الشفاعة، وبين أن هذه الشفاعة كان سببا في هلاك الأمم قبلنا، إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. أيها الإخوة الأحباب، الكلمة الآن لفضيلة الأستاذ الدكتور رمضان حسان عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واتبع طريقته إلى يوم الدين، وبعد.
فحي الله هذه الوجوه المشرقة والقلوب المؤمنة التي اجتمعت في هذا المكان الطيب المبارك حول مأدبة القرآن، حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله الكريم أسأل أن يجعلنا في هذه الجلسة الطيبة المباركة من الذين تتنزل عليهم الرحمات، ومن الذين تحفهم الملائكة، ومن الذين يذكرهم الله عز وجل في من عنده، إنه خير مسؤول وخير مجيب. أفاض أستاذي وشيخي سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، متعه الله بالصحة والسعادة، حول مبدأ التعايش السلمي. ديننا دين سلام، دين أمن وأمان، دين حض أتباعه على قبول الآخر وعلى حسن معاملتهم. وفي الإسلام كثير من المظاهر التي سنها ديننا الحنيف للتعامل مع الآخر، والتي تدل دلالة واضحة على أن مبدأ التعايش السلمي من أسس الإسلام. ومن مظاهر ذلك أنه كفل حرية الاعتقاد، فلا يجوز لأحد أن يكره أحداً على الدخول في الدين. قال ربنا جل وعلا: لا إكراه في الدين. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وقال أيضاً على لسان حبيبه صلى الله عليه وسلم: لكم دينكم ولي دين. وما انتشر الإسلام بحد السيف كما زعم ذلك أعداء الإسلام، وإنما كل من دخل في دين الله عز وجل دخل عرضا وعن اقتناع. كذلك أمرنا ديننا الحنيف ألا نسب معتقدات أهل الكتاب، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. في مجادلة أهل الكتاب أمرنا أن نجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قلت يا أهل الكتاب تعالوا. هذا أسلوب راقي في الحوار وفي التعامل مع الآخر. أمرنا ديننا الحنيف أن نعاملهم بإحسان، عبر عن ذلك ربنا جل وعلا في قوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وكلمة البر كلمة جامعة للخير كله. كذلك من مظاهر التعايش السلمي بين المسلمين وبين غيرهم أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا طعام أهل الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أباح لنا أن نتزوج من أهل الكتاب، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أباح لنا ديننا الحنيف أن نستعمل أوانيهم. أباح لنا ديننا الحنيف أن أباح لنا ديننا الحنيف أن نقبل الهدايا منهم، وأن نبادلهم بمثل ما بادلونا به من الهدايا، لأن قبول الهدايا أو مبدأ التهادي دليل على المحبة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدايا من أهل الكتاب. قبل صلى الله عليه وسلم هدية المقوقس الذي أهدى له جاريتين، السيدة ماريا رضي الله عنها وأسرين، ثم أهداه بغلة. كذلك من مظاهر التعايش السلمي أن ديننا الحنيف أمرنا أن نتحرى العدل بين أصحاب الديانات الأخرى، ولا يكون اختلاف الدين دافعا إلى أن نظلم هؤلاء
ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم على ألا تعدلوا. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلهم، عامل هؤلاء بمنتهى العدالة، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن نظلم معاهدا أو أن نظلم من أتى إلى ديارنا بعهد أمان، وذكر صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون خصم لهذا الرجل يوم القيامة: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، من ظلم معاهدا كان صلى الله عليه وسلم هو الذي سيدافع عنه. سيدنا علي رضي الله عنه عندما فقد درعه ووجدها عند يهودي وكان هو أمير المؤمنين، ذهب إلى قاضي شريح واختصم ذلك اليهودي، فأتى اليهودي بهذه الدر وسأله القاضي: ما تقول فيما يقوله أمير المؤمنين أن هذه الدر ملك له ما باعها وما وهبها؟ قال اليهودي: الدرع درعي ولا أكذب أمير المؤمنين. انظروا إلى العدل المطلق. القاضي شريح ما جامل أمير المؤمنين وما ظلم ذلك الرجل اليهودي، ما قال له هي درعه شئت أم أبيت، وإنما التزم بمبدأ القضاء في هذه المسألة. نظر إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقال له: أمعك بينة يا أمير المؤمنين؟ ابتسم أمير المؤمنين وقد ملأ السرور قلبه لأن قاضيه لم يجامله، لم يجامل أمير المؤمنين، وإنما قال: ليست معي بينة. فحكم القاضي بالدرع لليهودي. ذلك اليهودي أعجب بهذا المبدأ، مبدأ العدل الذي أرساه الإسلام مع الجميع. قال: أشهد أن هذه أحكام الأنبياء. أمير المؤمنين، يا أطلب من القاضي أن يقيم العدل في وأن يبين إن كانت هذه الدرع لي أو ليست لي بناء على قوانين الإسلام، يطلب منه البينة، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب يصر من ذلك. ثم أعلن ذلك اليهودي إسلامه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم ذكر لسيدنا علي بأن هذه الدرع هي ملك له وقد أخذها عندما سقطت من بعير سيدنا علي عندما كان ذاهب إلى معركة صفين، فكافأه سيدنا علي ووهب له هذه الدرع. أليس هناك عدل وإنصاف مثل هذا؟ كذلك من مظاهر التعايش السلمي بين المسلمين وبين غيرهم أن ديننا الحنيف أمرنا أن نشيع موتاهم وأن نعزيهم وأن نهنئهم في الأفراح. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة رجل فقام لها، فقيل: يا رسول الله إنها جنازة يهودي. فقال صلى الله عليه وسلم: أوليست نفسا؟ كذلك كان صلى الله عليه وسلم يعود مرضى اليهود، وعاد صلى الله عليه وسلم غلاما يهودي كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد هدى الله الغلام لأن يسمع إلى نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في دين الله. كل هذا يدل دلالة واضحة على أن الدين الإسلامي دين يقبل الآخر، دين يحترم الناس على إطلاقية إنسانيته بصرف النظر عن الدين أو اللون أو العرق، دين ما أمرنا أن نقتل غير المسلمين.
وما أمرنا أن نعتدي عليهم، وما أمرنا أن نظلمهم، بل أمرنا أن نتعامل معهم بمبدأ السلام الشامل، بمبدأ الأمن والأمان، ولا نعتدي عليهم. هذا هو شعار الدين الإسلامي، دين وسطية واعتدال، دين أمن وأمان، دين سلم وسلام، دين يقبل الآخر ويعامله بالمعاملة الحسنى التي أمرنا ديننا الحنيف أن نتعامل بها مع الجميع. وأكتفي بهذا القدر ولا أطيل عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه الكلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، وبهذه المبادئ التي ذكرها من الحب والمساواة والعدالة يتحقق التعايش السلمي في مجتمع المسلمين، كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ونستمع إلى هذا التعقيب من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. أود أن أشير إلى أن الإسلام قد تجاوز هذه الأحكام وهذه المراحل التي بدأت في حياة المسلمين وقت نزول الدعوة الإسلامية، وأصبحت هذه الحقوق مقررة تقريرا تقوم عليه الأدلة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا أتصور أن أحدا ممن يستمعون إلينا أو يستمعون إلى من يتحدث عن فقه المواجهات التي كانت تحدث بين المسلمين في بداية الدعوة أنها يمكن أن تكون وسيلة من وسائل نشر الإسلام أو أي دعوة. لا يمكن لأي دعوة أن تنتشر بالقوة أو بالفرض على الآخرين. فإذا ما حدث حديث حول تلك المواجهات لا يجوز أن نربط بينه وبين نشر الدعوة الإسلامية، لأن الله عز وجل لم يأمر أحدا أن يرغم الناس على أن يدخلوا في دينه بالقوة. قوة يمكن أن تكون كأي خلاف يحدث بين أمة من الأمم أو شعب من الشعوب لاختلاف في وجهات النظر أو لاختلاف في المصالح أو غير ذلك من الأمور. إنما تقرير أن المواجهات العنيفة أو الحادة أو التصادم الذي يمكن أن يحدث بين فئة وفئة من أجل نشر فكرة أو نشر دين، ذلك يجب أن يستبعد تماما. ولذلك إذا تحدثنا عن فقه المواجهات أو عن هذه المرحلة الأولى التي انتهى عهدها وأصبح الإقناع وأصبح الاختيار وأصبحت حرية الإرادة في اختيار الدين هي الأساس المقرر والمحترم في فقه الإسلام وفي كل الشرائع الوضعية، إذن يجب أن ننظر إلى هذه الأمور في إطار هذا المعنى المحدود الذي انتهى أمره وأصبح الآن. إحنا والله كنا نعيش مع أشقائنا المسيحيين في القرى لا نكاد نميز بين مسيحي وبين مسلم، ولم نكن نسمع هذه التفرقة لولا أن ظهر من بيننا أناس أرادوا أن يشعلوا نار الفتنة فرفعوا هذا الأمر وأظهروه ظهورا يكاد يعني يترسخ في أذهان الناس من فرط ما يتحدثون به أن هناك حربا مشتعلة بين طرفين بسبب الدين. إن الله عز وجل لا يقبل من الناس دينا إلا عن صدق وإيمان وارتياح قلب، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. إن الله عزيز كريم، والعزيز الكريم الذي خلق الإنسان لا يمكن أن يترجى منه الإيمان به بالقوة، وإنما لابد أن يأتي إليه العبد حبوا مختارا ليؤمن بالله عز وجل ويعلن إقباله على الله تبارك وتعالى. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن التعايش السلمي لا يقتصر على علاقة الناس ببعضهم، وإنما كشفت الوقائع المستجدة عن معنى جديد في شريعة الله عز وجل
يعمق هذا الموضوع موضوع التعايش السلمي، وهو ذلك السلام مع البيئة. إن الله عز وجل قد تحدث عن مفردات البيئة في القرآن الكريم حديثا، ما كنا وقت أن نتلو هذه الآيات وهذه الأحاديث نظن أن لهذه الكائنات التي تحدث عنها القرآن الكريم ذلك المعنى الذي ترسخ في إذهاننا الآن، بعد أن اشتعلت المشكلات بين الإنسان والبيئة التي يعيش فيها بسبب ذلك التعدي المغل على البيئة مما أدى إلى تغير المناخ وغير ذلك مما تجتمع له الدنيا من أجل مناقشة مشاكله وضرء مخاطره على الإنسان وعلى الوجود. من كان يظن أن الله تبارك وتعالى حين تحدث مخاطبا ملكه من الكائنات وليس من الإنسان، فيقول: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، ويقول عز من قائل: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويقول عز من قائل: يا جبال أولي معه والطير، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن جبل يثبت له العواطف وأنه يحب ويكره: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. ويتحق وقد جاءت السنة الصحيحة بأن الحصى سبح في كف النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الجزع حن له عليه الصلاة والسلام، وحنين الجزع يدل على أنه كائن مسبح بحمد ربه، وأن بينه وبين الله علاقة تسبيح وعبودية وخضوع وتسخير. كذلك أيضا حكى القرآن الكريم عن حديث الهدهد، وكيف أنه أقام نظرية ودرسا في الوحدانية أبلغ من حديث العلماء فيه. لقد تحدث عن وحدانية الله عز وجل مع ملكة سبأ حديثا يدل على أن هذه الكائنات ليست هينة عند الله عز وجل، وتحدث في النملة وقالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وتحدث عن الطير فقال: والطير صافات كل له أواب. هذه الحكايات عن الكائنات وعن البيئة يجب أن ما كانت تستلفت أنظارنا نحو الاهتمام بالبيئة لولا أن ظهر الخطر، ودل على أن القرآن الكريم كان بعيد النظرة في تقييم هذه الأمور وفي إقامة التعايش السلمي على الوجه الحقيقي. إقامة التعايش السلمي بين الإنسان وأخيه الإنسان أيا كان معتقده وأيا كان مشربه وأيا كان دينه وأيا كانت عقيدته، وكذلك أيضا بين الإنسان والكون، وذلك هو معنى التعايش السلمي على النحو الكامل الذي يريده الله عز وجل حين تحدث في القرآن الكريم عن العلاقة بين الإنسان والإنسان، وأوجب أن تقوم على العدل والمساواة دون تفرقة لأي سبب من الأسباب، إلا إذا أجرم الإنسان واعتدى على الحقوق، هنا يحاسب ويعاقب طبقا لشرع الله عز وجل ولقوانين الناس، فإن الخطأ يوجب المسؤولية والجزاء ليس في الإسلام وحده بل في كل شرائع السماء والأرض. وأما فيما عدا ذلك فإن الإنسان يجب أن لا ينسى أن هناك بيئة، وأن يحافظ على هذه البيئة، وأن يحترم قواعد النظافة في حياته وفي شخصه وفي ملبسه وفي مسكنه وفي أولاده وفي الحي الذي يعيش فيه وفي الشارع الذي يمر به. يجب أن تكون هناك نظرة جديدة للتعايش السلمي بين الإنسان وبين الكائنات التي خلقها الله عز وجل، لأنها كائنات محترمة تسبح بحمد ربها وتسجد له وتردد الثناء على الله عز وجل. ومن الواجب على الإنسان الذي يخاف من ربه والذي يريد أن يقيم علاقة صحيحة بينه وبين ربه أن يتعايش مع الناس وأن يتعايش مع الكون بسلام في كل الحالات وفي جميع الأحوال. وأكتفي بهذا القول في هذه في هذا الموضوع. شكرا. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية. يقول الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. هذه الرواية بإثبات النون لا تؤمنون، هناك رواية بإثبات النون، وهناك رواية تقول لا تدخلوا الجنة. إلهي يا بديع الكون، خذ بيدي لمرضاتك، لقد أدركت أنك واحد فرد بآياتك، إن أكن صفرا فأنت الله في ذاتك،
ضللت الدرب من ضعفي فأدركني بقدراتك. أرحني إلهي، إن لي قلبا يتوق إلى مناجاتك. نعيش الآن مع هذه الأدعية والمناجاة من فضيلة المبتهل الشيخ شريف خليف. اللهم ألف بين قلوبنا واطرد الشيطان من بيننا وانزع الغل والبغضاء من صدورنا. نبي الهدى يا رسول السلام، ويا مرسل الرحمة للأنام، عليك الصلاة السلام، عليك الصلاة عليك السلام، والتابعين الكرام. كرامة المرء عند الله تقواه، للمال يرفعه قدرا ولا الجاه. كرامة المرء عند الله تقواه، للمال يرفعه قدرا ولا الجاه ولا الضياء ولا خيل ولا ذهب بها قياصرة من قبل قتاه. وكل من آثر الدنيا للذاتي، وكل من آثر الدنيا
لكن من خاف مولاه ورقبه وعاش في خشية لكن من خاف مولاه ورقبه وعاش في خشية فالأسد تخشاه سيدي يا رسول الله من ذا يداني بالفخار نبينا من ذا يداني بالفخار نبينا فهو فاسلك سبيل الرشد درب محمد فاسلك سبيل الرشد درب محمد وأدم صلاة ترشدي صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله طه خير الخلق صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها أشاد ربي به في سورة القلم أشاد ربي به في سورة القلم بأن أخلاقه في غاية العظام صلى وأحلاها صلى الله للخلق وأحلاها فضل طه لا يطاه فاق كل الخلق جاها فضل طه لا كل الخلق جاه خصه الله إليه وبه الذكر تباها صلى الله عليه وسلم.
الخلق وأحلى صلى. ها قد دعا لله وحده حيث كان الكل ضده. قد دعا لله وحده حيث كان الكل ضده فأتاه الله وعده وانتشى دين محمد صلى الله على خير الخلق وأحلى وأحلى سيدي يا رسول الله. إذا أملت من فجدد ذكر خير الأنبياء فجدد ذكر خير الأنبياء إذا أملت من مولاك قربا فجدد ذكر خير الأنبياء وصل عليه وصل عليه وصل عليه أول كل قول وآخره بصبح أو مساء أنت الحبيب المرتجى حصن الحماية والرجاء من نال حبك قد نجا من نال حبك قد نجا من هول يوم معتم. سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. إخوة الإيمان، بهذه الأدعية والابتهالات التي استمعنا إليها من المبتهل الشيخ شريف خليف نصل إلى ختام هذه الندوة عن التعايش السلمي
والتي نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. وقد استمعنا إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ نافع الديب، وإلى كلمة من فضيلة الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، وكلمة من فضيلة الدكتور رمضان حسان عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، واستمعنا إلى ابتهالات دينية من المبتهل الشيخ شريف خليف بحضور الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ جمال إسماعيل مدير إدارة جنوب، والشيخ مصطفى مبارك مفتش مساجد إدارة جنوب، وبحضور الدكتور على الله شحاتة الجمال والدكتور محمد طه إمامي وخطيبي مسجد السيدة نفيسة. حتى نلتقي بكم في لقاء إيماني قادم، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.